السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الأولى حضارات كونية. إذن اليوم عندنا استثمار في مادة الصرف والتحويل حول المثال والأجوف في الصفحة 40 من كتاب الرحاب. إذن نبدأ في هذه الحصة بالسؤال الأول. أضع الأفعال الآتية في مكانها من الجدول. إذا عندنا الجدول يعني فيه يعني تصنيفات الفعل المعتل الذي يصنف إلى خمسة أصناف: المثال وهو المعتل الأول، أجوف معتل الوسط، ناقص معتل الآخر، لفيف المفروق معتل الأول والآخر واللفيف المفروق، مقرون معتل الوسط والآخر. إذا وجد هو فعل مثال لأنه معتل الأول. قال فعل أجوف. يضع، يضع هو مصرف في المضارع. إذن لكي نحدد علته نحوله إلى الماضي. إذن وضع، إذن وضع فهو فعل مثال. إذن يضع هو فعل مثال كذلك. جرى هو فعل ناقص. استدعى، إذن أصل الحروف الأساسية نتاعو هي دعا، دعا يدعو، إذن بالألف دعا يدعو، إذن هكذا يكتب دعا، وأصله ثلاثة حروف. إذن دعا فهو ناقص. إذن غادي نكتبو حنايا كما هو استدعى، ولكن حنا كنحددو غير الحروف الأساسية نتاعو. يعي، إذن ليعي هو الفعل في الماضي وعى. إذن وعى معتل الأول والآخر، إذن فهو مفروق. يقف، إذن وقف المضارع الماضي نتاعو وقف، إذن هو فعل مثال. إذن يقف فهو مثال. يسير، صار، إذن يسير صار، إذن فهو أجوف. كوى، كوى معتل الوسط والآخر، إذن فهو فعل مقرون. قي، قي فهو أمر الفعل وقى، إذن لفيف مفروق، إذن قي. وقى يقيقي، إذن أمر. يجول، إذن فهو الفعل جال، إذن جال يجول في الماضي، إذن فهو فعل أجوف. يطوي، يطوي طوى، إذن كذلك مقرون، لفيف مقرون، إذن يصنف في المقرون. ساعة ناقص، ساعة ناقص لأنه معتل الآخر. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. أنقل الجدول الصرفي الآتي في دفتري وأتميم ملأه. إذن هنا نحن يعني ملأته، لأن عندما أصرف في نفس الوقت وأنا أشرح فممكن أن أخطئ في فعل، ولهذا صرفته يعني خارج الفيديو، ثم سنشرح ذلك بطبيعة الحال. إذن هنا عندنا المثنى ديال المتكلم، يعني نحن، يعني نحن وقفنا، نحن وقفنا. الجمع كذلك نحن وقفنا. بالنسبة للمخاطب يعني أنت، أنت وقفت، وقفت. أنتما وقفتما، أنتم وقفتم. بالنسبة للغائب هو وقف، هما وقفا، هم وقفوا. بالنسبة للمتكلم المضارع يعني أنا أقف، لأن هنا خصنا حرف المضارعة. إذن أنا أقف، نحن نقف، نحن نقف. بالنسبة للمخاطب أنت تقف، أنتما تقفان، أنتم تقفون. بالنسبة للغائب هو يقف، يقفان، يقفون. بالنسبة للأمر المخاطب والمخاطبة، إذن أنت قف، أنت قفي، أنتما قفا، أنتما ديال المؤنث قفتا، قفوا، قفنا ديال هن، أنتن، أنتن قفنا. إذن هذا هو تصريف هذا الفعل وقفا. إذن نلاحظ بطبيعة الحال مرة تحذف الواو ومرة تبقى ثابتة. إذن بالنسبة للماضي لم تحذف الواو، إذن هنا الشيء شفناه في الدروس، ولكن بالنسبة بالنسبة للمضارع إذن الواو حذفت،
وبالنسبة كذلك للأمر حذفت، حذفت الواو. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، أحول الجملة الآتية إلى المخاطب والمخاطبة. إذا بالنسبة للمخاطب، إذا مخاطب يعني نتحدث عن أنت، أنت، إذا أنت تهاب. إذا هنايا أنت، إذا مادام نتحدث عن أنت هنايا تهاب يعني كنتحدث مع الشخص هذا الكريم وغادي تحيد. إذا أنت تهاب دون السؤال وتقف، وتقف عفوا، وتقف، وتقف إلى جانب المحتاج وقت الشدة. إذا هنايا بطبيعة الحال الأفعال هي التي تصرفت، أما الباقي لم يتم. إذا الذي تصرف هنا هو الذي تغير، هو أنت تهب وتقف. إذا هنايا إلى بغينا المخاطبة سنقول أنت تهابين دون السؤال وتقفين إلى جانب المحتاج. إذا هنا في وقت الشدة، إذا تهابين، تقفين. إذا التغيير كذلك وقع على الفعل وهب ووقف، هما فعلان مثالين بطبيعة الحال. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، أحدد الفعل المعتل. إذا المعتل أجوف مثال في الجملة الآتية. إذا هنا نحدد الأفعال أولا. إذا عندنا الفعل كين يفوز، كين يندم، وعد، وفى، يقول، يصمت. إذا هنا هذه كلها أفعال، ولكن من هذه الأفعال سنحدد الأفعال اللي هي معتلة. إذا يندم ليس فعلا ندم، إذا هذا الفعل ليس بمعتل، إذا هذا ما غاديش نتكلم عليه. يفوز نعم، إذا هو يفوز أصله الحروف نتاعو الأساسية هي فاز. إذا ما هذا النوع من الفعل فهو نعم أجوف، إنه معتل الوسط. وعد، وعد كذلك فعل، فعل مثال، إذا مثال. وفى، وفى ليس بفعل أجوف ولا مثال. لماذا؟ لأنه معتل الوسط، فهذا لفيف مفرق. كذلك حنا هنا ما قالولناش نحددو. إذا أحدد الفعل المعتل أجوف في الجملة. إذا هذا هما اللي يقول، إذا يقول، قال، الأصل نتاع الحروف نتاعو الأساسية قال. إذا هذا فعل أجوف كذلك. صمت، يصمت، صمت، إذا هذا فعل صحيح لا علاقة له بالسؤال. إذا ننتقل إلى الجملة الأخيرة، السؤال الأخير عفوا، وفيه كذلك الشكل والإعراب. إذا نشكل الجملة. إذا تقوم، تقوم دار. إذا تقوم هذا فعل مضارع، ودار فهو فاعل. إيوائي هذا مضاف إلى دار، دار. المسنين هنا عندنا همزة وصل، المسنين هنا هذا مضاف عاوتاني إلى إيوائي. بخدمتي هنا عندنا جار ومجرور، بخدمة جليلة هذا نعت. إذا هذا الشيء ما غادي نعرفوه بطبيعة الحال، عندما نتحدث عن الشكل نتحدث عن الإعراب. الذي يحسن الشكل يحسن الإعراب بالإضافة للإملاء، لأن الشكل كيحتاج جوج حوايج، كيحتاج الإعراب وكيحتاج الإملاء. يعني اللي كيتقن الإعراب وكيتقن الإملاء غادي يتقن الشكل. إذا هنايا غادي نعرفوا هذه الجملة. إذا الجملة هي تقوم، إذا الفعل هذا تقوم، دار، إيواء المسنين، بخدمة، هنا بخدمة جليلة، بخدمة جليلة. إذا هنا تقوم، ما هو تقوم؟ فهو فعل مضارع، والفعل المضارع غالبا يكون مرفوعا إلا إذا سبق بأداة نصب أو جزم. إذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هي الضمة ظاهرة. إذا ظاهرة هذا هو المقصود. فاش كنقولوا ظاهرة يعني باينة، ما عندناش شي حاجة مخبية. إذا دار، دار فاعل مرفوع وعلامة رفعه كذلك الضمة هي الظاهرة.
إذن هذا فاعل وهو مضاف. علاش؟ لأن شايفين حنا من بعد جاي واحد المضاف إليه، مضاف إليه مجرور، ها هي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر، وهو مضاف لأن هذا مضاف عاوتاني جاي مضاف إليه. إذا المضاف إليه ديما كيكون معرف، هذا باش معرف، هذا معرف بالإضافة وهذا معرف بأل، وبالتالي وهذا يعني لأن ديما في الإضافة خصنا اللي جاي يكون معرف. إذن هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. إذن لاحظوا هنا الياء، إذن هنا علامة الجر ماشي الضمة، ماشي الكسرة. علاش؟ لأن عندنا جمع مؤنث، جمع مذكر سالم، وجمع مذكر ينصب ويجر بالياء. بخدمة الباء حرف جر، الباء حرف جر، وخدمة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أو تنوين الكسر. جليلة هو نعت مجرور وعلامة جرها عاوتاني تنوين الكسر أو الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول صريف الفعل المعتل. إذن هذا ما عرفناش علاش داروا هنا الإعراب وحنايا في الصرف والتحويل. إذن التراكيب هي اللي متعودين كنشوفوا فيها الإعراب، ولكن هذا جيد. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس أو بهذا التثبيت والاستثمار من كتاب في رحاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي.